دلوقتي بقى خلينا نشوف جدعنة الشعب المصري. هو ده الطبيعي من الشعب المصري. في محافظة شمال سيناء أقامت المحافظة حفل إفطار جماعي للأشقاء الفلسطينيين في الصالة المغطاة بالعريش تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتقديم كافة التيسيرات للأشقاء الفلسطينيين. الإفطار الجماعي للأشقاء الفلسطينيين هو تجسيد لمعاني الخير والمحبة والترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والفلسطيني اللي بيأكد إنهم موجودين في بلدهم التاني مصر. محمود جميل كان موجود هناك، خلينا نتابع. أول مرة من سنين كتيرة بيقضي عدد من الأسر الفلسطينية شهر رمضان المبارك خارج قطاع غزة، وإن كانوا فرقوا أرضهم لكن مصر وعلى أرض الفيروز بشمال سيناء جمعتهم على مائدة إفطار واحدة بتجمع ما بين الفلسطينيين والمصريين. حفل إفطار فيه فقرات جميلة لمحاولة تخفيف أوجاعهم ورسم الفرحة على وجوههم. تعالوا بينا نتابع تفاصيل الإفطار الجماعي بين المصريين والفلسطينيين. عشرات الأسر الفلسطينية كانوا موجودين في حفل الإفطار اللي نظمته محافظة شمال سيناء، والحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية كنوع من الدعم النفسي المقدم للأشقاء لتخفيف أوجاعهم، وده بيأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. اللي احنا عملناه النهاردة عشان نغير الجو اللي عايش فيه الإخوة الفلسطينيين، واحنا طبعا بنقدم لهم كل عون وبنجد منهم كل مساعدة، ومتهيألي انه مفيش فرق بين اقامتهم او وجودهم بينا او مكانهم في قطاع غزة وفي الضفة وغلاف، فهم اهلا وسهلا بيهم وموجودين عندنا وبقالنا 5 شهور وبنتمنى انهم ما يفرقوناش، انما العوده الى الوطن هو ده اللي بيعتبر يعني اقوى وافضل واحسن، فبنتمنى لهم ان شاء الله عوده حميده ان شاء الله. خلال الفتره الجايه احنا ناويين نعمل اكثر من فعاليه مختصه بالاخوه الفلسطينيين، ناويين نعمل اكثر مش اكثر من حاجه الا مثلا عن طريق القافله الطبيه. خلال الفتره الجايه ناويين نعمل بشكل كبير جدا، نوسع من الافطارات المجمعه بشكل كبير، نوسع بحجم المساعدات المجتمعيه المقدمه ليهم. احنا يعني مش بس على مستوى يعني محدود، لا على مستوى واسع جدا. النهارده احنا شفنا مشاركه كل اعضاء حمل بشباب على مستوى الجمهوريه، ودول بيمثلوا شباب مصر بكل المحافظات بشكل عام. الحقيقه يوم جميل ورائع، مزيج من الحزن والقلق على شعبنا الفلسطيني ان هم مش معانا في هذا الافطار، واحساس بالفخر لشمال سيناء وعظمه شعبها والمحافظه والدور العظيم اللي بتعمله. الحقيقه شمال سيناء اصبحت من المحافظات الفعاله اللي فعلا دايما بتنجز في الوقت المناسب. فعلا دور مصر كامله في هذه الاحداث بيتمثل في دور محافظه سيناء في استقبالها للجاليه الفلسطينيه، للمرضى وللجرحى وللعالقين وللاستشفاء. فطار النهارده يوم عظيم وبيدل على كرم مصر وعظمه مصر. ومع رفع اذان المغرب رفعت ايادي الاشقاء بالدعوات والامنيات بان تحل بركه الشهر الكريم بالامن والسلام على غزه واهلها، وانهم يرجعوا لعادات وتقاليد شهر رمضان اللي مفتقدينها في غزه، واللي من اهمها اللمه على مائده الافطار وسط الاهل والاصدقاء والجيران. اول اشي بدعي انه ان شاء الله تخلص الحرب على خير ان شاء الله، ونرجع على بلدنا تكون الدنيا رايقة وأمان وأمن وسلام إن شاء الله. وطبعا ندعي لشعب مصر الشقيق الله يبارك فيهم إنهم وقفوا جنبنا واستقبلونا ورحبوا فينا وما قصروا معنا. لمة العيلة العزايم، إيه يعني إحنا الحين في سكن زي ما أنت عارفين،
أكيد لمة العيلة هي الحلوة في غزة والعزايم وجمعة العيلة. بعد يا رب ينصرنا ويحفظنا ويشفينا ويحمينا في غزة. أدعي للمصريين وأدعي لأهلنا بقطاع غزة وأدعي الله يشفي المرضى. يا ربي يحمي مشاهدينا في غزة ويا ربي ينصرهم ويرجع أهلينا ويحفظنا. يا رب انصرنا وانصر أهل فلسطين ويا رب تتحرر القدس ويعني الحمد لله أهل يعني ما المصريين معنا يعني واقفين مع فلسطين. يعني بنشكركم انكم انتم واقفين معنا. هدعي انه ربنا يحفظ ربنا ينصر غزه ويفرجها عليهم عاجلا غير اجل وربنا يحفظ مصر واهلها وشعبها ويكرمهم وان شاء الله يا رب يزيدهم. حفل الإفطار كان عامل إنساني مهم في جمع الأطفال وأسرهم والتأكيد على أن مصر لم تتوانى لحظة عن دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء باستقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية أو حتى توفير أماكن الإقامة لمرافقيهم وتلبية كل احتياجاتهم. والله تمام ما شاء الله عنهم، حسيت حالي أنا بين أهلي يعني مش غريبة، ما شاء الله عنهم الله يحميهم الله يعطيهم الله. والله أنا كنت بالمرة نفسيتي تعبانة، عندي شهادة 2 والدار وانكسرت ومرضت، صار عندي مرض من كتر التخبط والرجع اللي خبطونا إياه. حسبي الله ونعم الوكيل. أول مرة إحنا نفطر برا غزة برمضان، صراحة الأجواء حلوة بس حزينة يعني شوية، يعني أنا بتمنى يكون أولادي وجوزي وعائلتي أهلي أمي. أكيد اللي يعني هو حلو إنه إحنا مشتركين مع بعض، بس برضو الإشي ناقص، ناقص أهلينا، ناقص حبايبنا، ناقص قريبنا. والله إحنا فرحانين بيكو كتير يعني، وأول رمضان إنه إحنا برا مدينتنا أكيد برا بلدنا، بس الوضع يعني في غزة أكيد سمحش إنه نضلنا في غزة، فاضطرينا إنه إحنا نطلع برا غزة. بس اكيد دائما رمضان حلو مع العيل ومع اللمه، واليوم حسستونا بشعور هذا. هذا اول رمضان اقضيه برا غزه، اول مره في حياتي ازور مصر. كنا بنتمنى نزورها في ظروف احسن من هيك، وكنا بنتمنى نيجي في وضع افضل من هيك، لكن شاء القدر انه نزورها واحنا مصابين. انا لي 5 شهور في مصر، يعني صرنا احنا واحد، واصحنا اصلا واحد. انا مريض كانسر والحمد لله لقيت كل ترحيب وعناية طبيه، وبنتظر ان شاء الله هم يحولون العلاج للخارج. الشعب المصري هو تاج العروبة، تاج الإسلام. أشكر الشعب المصري على اليوم الذي جابنا على الإفطار، ونشكر المحافظ. اليوم هذا حلو، وأهل مصر من أول ما جينا هن متعاونين وساعدونا واعتنوا فينا، يعني اتعاونوا معنا. والله اليوم حلو، ونفسي كل يوم يصير زي هيك، ونفسي اخوي يتعالج ونسافع بلد على بلدنا ونرجع واخوي متعالج مليح. اخوي يا بيطلع بالله ونتعالج. اليوم كان يوم حلو وجميل، يعني احنا انبسطنا وفرحوا قلوب الاطفال، يعني فرحنا لما اجينا هنا ولعبونا يعني وجابونا عملوا فقرات وهي. الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين مستمر بإرسال عدد من وجبات الإفطار والسحور لقطاع غزة يوميا، بالإضافة لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مع كل الأمنيات والدعوات برجوع الأشقاء آمنين سالمين لوطنهم فلسطين.
أكتر دعوة وأمنية النهاردة تمنوها أهالي قطاع غزة من خلال هذا الإفطار الجماعي إن هم يرجعوا مرة تانية على مائدة إفطار في غزة وسط القرايب والأهل والصحاب، وطبعا كلنا بنتمنى إن هم يرجعوا في القريب العاجل آمنين سالمين لقطاع غزة. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.